تقول كيف تكون الرقية الشرعية؟ الرقية الشرعية تكون بالقرآن الكريم، خصوصا سورة الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين وما تيسر من القرآن، وكذلك الأدعية، الأدعية الشرعية، ندعو الله بالشفاء، ندعو الله بالرحمة، ندعو الله بالفرج إلى غير ذلك. تكون الرقية بالقرآن وتكون الرقية بالأدعية الشرعية، وتكون ممن يحسن الرقية من أصحاب العقيدة السليمة ومن أصحاب العلم الذين يعرفون الرقية الشرعية من الرقية الشركية. هو كل رقية في ناس مشعوذون يجون بالخديعة، قد يقرأ شيء من القرآن للخديعة ويأتي يخلط معه شيء من الشرك والطلاسم والتعاويذ الشركية. فلا يتولى الرقية إلا مسلم موحد ويعرف الرقية الشرعية ويعرف الرقية الشركية حتى يتجنبها.